السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم في تغطيه خاصه ومتواصله من قناه الايام الفضائيه لمعرض بغداد الدولي طيله ايام الفتره الماضيه وصولا الى يوم الجمعه اليوم. يعني ما شاء الله مثل ما جاي تشاهدون يعني بكل مكان الزائرين الناس اللي موجودين مثل ما كنت متوقع يوم امس انه راح يكون يوم الجمعه زخم من قبل الناس اللي مشاركين الناس والعوائل والشباب اللي موجودين باعتبار انه اليوم يوم الجمعه فاوف وكل الناس تجي هنا حتى تشوف المعرض ووضع المعرض. صباح الخير اذا كان صباحا. صباح النور الله يحفظك. مساء النور اذا كان مساء النور مساء. اهلا وسهلا الله يحفظك الله يخليك. اليوم جيتك الاولى للمعرض؟ اول جايه وكانت جايه كلش حلوه ورائعه. ليش ما اجيت بذيك الايام؟ ما تصح لي يعني المجال ونجي تمام اي شغل وعمل اعتبار اليوم جمعه. اليوم جمعه وجايه حلوه ان شاء الله تنعاد علينا ان شاء الله. ان شاء الله كل يوميه يعني ان شاء الله. شو اشتريت؟ اشتريت 3 كتب روايه. حلو. ايه واشتريت طريق لا طريق المجتمع الافضل التنميه. حلو. التنميه البشريه بالضبط. التنميه البشريه وروايه. واشتريت كتاب ثالث لعبة الحب وهم هم رواية. عندي كتب لعبة حب. شلونك بالحب؟ والله نص ونص. قراءة الروايات حتى تقوى بالحب؟ وذا كذلك يعني هم تستلذ بالقراءة شوي يعني ملينا من الوضع السياسي وكذا. الوضع اهتماماتك؟ بأي جانب؟ يعني السياسة ما تحبها؟ اي لان تعبنا رغم السنين اللي مرت 20 سنه سياسه وحروب وتعب. احسن شيء خليك على الحب. على الحب افضل شيء. اكو احلى شيء من الحب؟ صحيح. لا ماكو احلى. حبيت؟ طبعا حبيت. كم مره؟ لا طبعا مرتين ايش ثلاثه. طبعا يحب مره واحده مو شباب لو يحب 3 مرات. لا اكثر. هاي الروايات انت لازم تكتبوا لها روايه على صديقكم. الله يحفظك. زين راح تجي بعد بالايام الجايه ان شاء الله. تنعاد ان شاء الله يعني اي ان شاء الله. ناس حلو. اسعار الكتب اليوم احنا داردنا نتحدث عنها شلون شفتها؟ اسعار مختلفه يعني هسه هذا عندي كتاب ب 12 وهذا الكتاب ب 13.5 يعني صار انا ب 25 وهذا الكتاب ب 3000. كلمه الكتاب ونوع اكو مبادره لوزاره الشباب والرياضه مبادره تقرا قدمت عليها اخذت وانا من ضمن المبادره يعني احنا جينا من ضمن المبادره. نعم من ضمن المبادره. اذا مال المبادره ان شاء الله. حلو. احنا لابد نشيد انه بدور وزاره الشباب والرياضه على مبادره اقرا باعتبار انها خصصت لجميع الشباب اللي موجودين هنا اللي يزورون معرض بغداد الدولي للكتاب خصصوا العديد الاف يعني من البطائق المجانيه اللي تشمل 25,000 دينار عراقي بامكان كل شخص هنا يشتري بها كتب موجوده داخل المعرض عن طريق بطاقه او كارت يسميها بطاقه احنا نسميه بطاقه. كل الشكر لوزاره الشباب والرياضه على هالمبادره الجميله حقيقه. لابد انه نشيد بدور الوزاره خصوصا بهذا الجانب باعتبار انه اليوم وزاره الشباب والرياضه مو فقط اخذت الجانب الرياضي دخلت وبقوه بالجانب الشبابي ودا تعمل الكثير على نشاطات الشباب و الاشياء اللي تخص مهرجانات او تطوير ذات الشباب. انا اتمنى لك التوفيق. دول قلبك ان شاء الله. دول قلبك موفق وان شاء الله ابو الحب النجاح. ابو الحب مو ابو الحب. نعم مشاهدي الكرام شبابنا اليوم موجودين هنا البعض منهم استغل او انتهز الفرصه بمبادره اقرا ومثال على ذلك صديقنا اللي كان هنا بالمبادره قدر يقتني 3 كتب خطوة تشجيعية من وزارة الشباب والرياضة من أجل أن يشترون الشباب الكتب. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟ شلون صوتك؟ الزيارة الأولى اليوم؟ نعم زيارة الأولى. ديش الأيام ما أجي؟ لا ما ممكن. لأن ظروف وتحكم هاي وسائلنا ودوام رسمي وهاي فما أقدر أن أحضر. أنا تعرف المعرض يعني بدأت الناس تنتظره سنة عن سنة. نعم. دورة عن دورة تنتظره باعتبار أنه هو متنفس وحلو الاشياء اللي بيه موجوده الكتب. نعم. مبادرات الناس موجودين. نعم. الجنسيات موجوده. نعم. يعني جامع الكل اليوم هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله دائما تطوع لي وتوفيقي الى معرض بغداد الدولي. نعم. نتطوع الى طموحنا وهدفنا الى الانجازات الكبيره لان تفكيرنا نفسك اهم من تفكير الاخرين. اول شيء هو الكتب في حياتنا كجمال الروح او كتب نهج البلاغه وعالم الاسرار
هاي كتب فيها تفهيم عقلاني يعني للإنسان، فيهم الإنسان اليوم أنت طموح بالهدف يتمكن من خلال الأحلام، من خلال الكتب، قراءة الكتب. الكتب هي لها أهمية في حياتنا اليومية، لها أهمية في حياتنا مدارس كحوزة علمية كلا كلها أصلا حتى الأطفال، يعني الطفل يوم يقرأ كتاب يتعلم كاللغة الإنجليزية وعربية يتكلم باللغة غير اللغة الجدانية. أما ذلك أما الكتب هي أساسا أهمية أساسية في حياتنا. طيب أنت اليوم شنو اختصاصك؟ أنا اختصاصي اللغة الإنجليزية. جيتس ممكن الكتب هنا اللي تسعف اختصاصك اللي ذات اختصاصك ممكن نعم تبحث عنها صار فترة؟ نعم لا لقد لقيت هواي من الكتب اللغة الإنجليزية، منها الكتب الجرامر اللغة الرواية، منها الكتب النحو، والحمد لله والشكر قاعد نشوف الكتب اللغة والكتب الروحانية اللغة الإنجليزية واللغة باقي اللغات موجودة عندنا في معرض بغداد الدولي. يعني موجودة؟ موجودة نعم. إن شاء الله نشوفك بالأيام الجاية. إن شاء الله الله يسلمك. نعم مشاهدي الكرام، بالتأكيد أنه شبابنا اليوم كل الناس اللي تبحث عن التخصص بخصوص الكتب، شكرا جزيلا صديقي، بالتوفيق إن شاء الله. الناس اللي تبحث عن أنه كتب تخص تطوير مهاراتهم وبمجال تخصصهم، شلونك صديقي؟ أهلا وسهلا. شخبارك؟ الحمد لله. أتعرف عن اختصاصك بالبداية. اختصاصي خريج قانون جامعة بغداد. يعني دخلت على المعدل كان رغبتي انه انجليزي، تخرجت اشتغلت بمجال كتابه وصناعه المحتوى على السوشيال ميديا. يعني اليوم جيت للمعرض، حبيت يعني احنا دائما اي معرض يقام يشوف فعاليات حلوه ثقافيه، يعني تلقى مختلف فئات المجتمع موجودين بهذا المكان، كبير صغير، هيك فعاليات كلش حلوه وتخلي نظرة إيجابية يعني خصوصا المعرض، أنه المعرض بكل دورة الناس تنتظره، بكل دورة أنه نشوف العديد من الثقافات اللي موجودة، العديد من الكتب موجودة وأيضا الجنسيات الموجودة. لكن من القانون لصناعة المحتوى على السوشيال ميديا، شنو نوع المحتوى اللي يعني بديت أنا ويا يعني مؤسسات إنسانية؟ أوكي، بديت يعني هيك تقريبا سنة ونص، بعدين اشتغلت بشركة مال إعلانات هسه انا وياهم حاليا. صناعه المحتوى بشكل عام يعني مثلا تجينا شركات كذا، تعرف انه انت تعرف هسه بالوقت الحالي السوشيال ميديا صارت امر واقع بعد لا مفر منه، فحتى الاعلانات يمكن سعرها ارخص من انه سعر القطع الموجوده ببغداد وايجاراته، فالناس بدات تتجه لهذا المجال لان ارخص واسهل. اوكي، فبديت اشتغل على هذا الشيء. كاتب محتوى، كوبي رايتر؟ اي بالضبط، كوبي رايتر واصنع يعني كونتنت كرييتر بهذا المجال. انا هذا المصطلح اشكل عليه، ليش خلي استثمر هذا الموضوع. لربما اكو ناس بيكم اللي دخلوا على الكوبي رايتر يتخيلون انه الكوبي رايتر هو يعني اعلى قيمه من الصحفي الكاتب وما شابه ذلك. اليوم جاي نشوف انه حتى الاسلوب، انا عذرا يعني ما اعرف شنو نوع المحتوى اللي كتبوه، بس الاشياء اللي جاي اشوفها ممكن ألقى مصطلحات بها صفات. تتفق؟ نعم. أنا يعني دا رجل أحترم الاختصاص، وأكيد يعني الأصل يبقى هو للشخص اللي حامل الشهادة. بعيدا عن الشهادة، أنا نعم ما جاي أحكي عن الشهادة. نعم. إنه اليوم تقصد نوع المحتوى اللي دا ينزل بالشارع حاليا؟ بعض الكوبي رايتر ينظر نظرة نفسه، ما أعرف أسميها، كأنه أعلى من الكاتب أو الصحفي. لا هي يعني مو فد شيء، مو فد شيء ان نشوف يعني انت اوكي كوبي رايتر، اكو اختصاص اعلى من عندك، اكو كرييتيف دايركتور، اكو مخرج، اكو مصور. فالشخص يعني خلينا نقول انه اعماله هي اللي تحكي عن نفسه، مو هو اللي يشوف نفسه وهيك شيء. وبالعكس هذا الانسان تلقاه حتى اذا كان صاعد او مستوى عالي ممكن مر الوقت راح يبدي ينحدر وما راح يستمر. ليش الاسلوب هذا اللي بقى ويعتمدوا هسه بالجديد الكوبي رايتر بقيه الشركات انه اسلوب الدارج يعني باللغه هيك يعني مو بمستوى ليفل عالي باللغه ولا متوسط، ممكن ادنى من المتوسط يعني هذا مما الشارع هذا مما يؤسف له. يعني انه احنا نشوف انه اللغه هاي اللغه لغتنا العربيه الفصيحه البليغه من اسمى اللغات، و المشكله انه الناس هي تحب يعني للاسف يعني هسه اخذ لك مثلا فد مقاله او فد كلام بليغ لاحد مثلا الادباء
نشره مثلا على صفحتك على ايا كان المنصه يجيب ذاك التفاعل، بينما اكتب لك فد كلام خلينا نقول باللغه العاميه ممكن انه يلاقي اقبال اكثر من هذاك الكلام، خصوصا اذا اضيف مثلا وياه فد طابع مرح. فطابع مرح اي بالضبط اي من هذا الباب. اتمنى لك التوفيق. الله يسلمك عزيزي. نشوفك كل الشكر لكم قناه الايام، يعني انتم ما شاء الله على العمل اللي تقدموه وحضرتك والكادر، ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وكل الخير. يعني شكرا جزيلا. الله يسلمك. مع السلامه. مشاهدينا الكرام، بالتالي انه كل الفئات اليوم موجوده هنا، أنا الشباب صغار الكبار، وما شاء الله يعني نشوف الاستاذ هنا، يعني انت لو دازيك على الحصه ما تجيبك علاليك. شلونك عمو؟ حفظك الله يحفظك ويسلمك. حلو، انا هذا المنظر يفرحني صراحه، يفرحني ويفرح الجميع انهم نشوف اليوم الناس اللي بمعرض الكتاب جت تشتري بهاي الكميه بهاي النوعيه من الكتب اللي موجوده هنا، أنا خصوصا انه اغلب المشاركين هنا من الدور عربيه وغير عربيه، دور نشر عربيه وغير وعراقيه، واكثر هذه الدور هي من الدور المحترمه حقيقه. كلنا نسمع يعني نقرا عناوينها على صفحاتها وعلى مجلدات الكتب. اليوم التقينا باصحاب هذه الدور واطلعنا على مطبوعاتهم ومنشوراتهم، حقيقه كلها منشورات محترمه، وهذه هي الحقيقه فرصه. معرض بغداد الدولي، بغداد مره اخرى وتحتضن هذا المهرجان المعرفي، هذا الكم الهائل من الكتب من المنشورات، الكتب الورقية حقيقة يعني مدعاة فخر ليس بالجديد على بغداد، فهي حاضرة ويعني مركز الثقافة، مركز الثقافة، قبلة العالم الثقافية أكيد، ولكن تبقى بغداد هي المصدر إشعاع الثقافة. ومعرض بغداد الدولي تمثيل وانعكاس واضح لهذا الإشعار، لهوية بغداد الثقافية، لهوية العراق الثقافية، العراق بلد الحضارة، فلا نستغرب أن تقام على أرض بغداد وعلى أرض العراق سواء كان في بغداد أو خارج بغداد مثل هذه المهرجانات أو مثل المعارض الدولية الكبرى. فضول بقاياك البيت، شنو هاي الكتب؟ هواي هذه الكتب حقيقة، أكثرها أنا تخصصي لغة عربية، دكتوراه في اللغة العربية، فأكثر هذه الكتب هي دكتوراه باللغة العربية. أكثر هذه الكتب هي دواوين لشعراء حقيقة، يعني بعصور مختلفة من العصر الجاهلي إلى الإسلامي إلى الأموي إلى العباسي، وحتى دواوين من الأدب الحديث لشعراء من العصر الحديث، كذلك محاضرات الأدباء. كلها ضمن تخصصك؟ أكيد ضمن تخصصي. يعني دكتور تعرف أكو فد قضية يعني خطرة جدا، خصوصا أنه اللغة العربية يعني ممكن السنوات المقبلة يعني ممكن كل اللي درسناه ما راح نشوفه، أغلب الشركات أغلب الناس اللي حاليا دا تطرح أسلوب أنه أسلوب الدارج وأقل من الدارج. يعني اليوم تحياتنا للفصيح، اليوم تحياتنا لكل الاملاء وما شابه ذلك، فشون تشوف مستقبل اللغه العربيه بالسنوات المقبله بظل وجود انه تعامل السوشيال ميديا؟ مهما كانت التحديات امام اللغه العربيه ومهما كانت الظروف ومهما كان التطور الحاصل في المجتمعات والتوجه المختلف اللي صار التوجه الأكثر إلى عالم السوشيال ميديا، ولكن تبقى اللغة العربية لغة حية ولغة عذبة. يعني بالأمس غادرنا الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي الذي أمامنا صورته في هذا المعرض. يعني كل ما يعرض على صفحات السوشيال ميديا كما تقول هي تنشر أكثر ما نشرت هي قصائد بالعربية الفصحى، رغم أن الرجل يكتب في يكتب في يختلف هو يكتب في اللغه الدارجه ويكتب في العربيه الفصحى، ولكن اغلب القصائد المشهوره لهذا والناس تعشقها والناس تتردد هذا دليل على انه اللغه العربيه الفصحى باقيه رغم كل التحديات. اللغه العربيه لغه الجمال، لغه الفصاحه، زين ما زال يعني حقيقه ما يفرحني اني اجد شباب في مقتبل هذا العمر
حتى الأغاني بدأوا يميلون ويجنحون إلى الأغاني التي تؤدى باللغة العربية الفصحى. يعني أشهر أغاني الفنان الكبير كاظم الساهر هي في العربية في اللغة العربية الفصحى، يعني أخذت مداها، بل إنه صدرت كاظم الساهر إعلاميا ودوليا هي القصائد الحية خصوصا الفصيح المغنات، وليس عبرت الشط على مودك وهذه زين القصائد المغنات أنا وليلى. تعرف شنو دكتور القصائد اللي تقرأ أو تغنى باللغة الفصيحة تبقى حية دائما عمرها طويل أكثر من الشعبية والدارة. لماذا الأغاني التي تغنى أو كلمات الأغاني التي تغنى الأشهر دائما هي باللغة العربية الفصحى؟ يعني على سبيل المثال لو أخذنا عبد الحليم حافظ عليه، أشهر أغاني هي قارئة الفنجان. لو أخذنا السيدة أم كلثوم رحمها الله، أغنية الأطلال تبقى هي عنوان الفن المصري، وكذلك أغاني كاظم الساهر ناظم الغزالي. هذا دليل على أنه إحنا، أنا ليش جبت الأغاني مثال على أنه لبقاء اللغة، أقرب مثال الأقرب للكل، يعني الكل يستمع إلى اللغة. فضلا على ذلك كله والأهم من ذلك كله، أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم، تبقى اللغة العربية حية ودارجة ولا تنتهي ما دام القرآن الكريم موجود وما دام الخلق موجود. فلذلك اللغة العربية باقية حية ولن تؤثر. نعم تعرضت إلى نوع من المغادرة والهجران، ولكن الحقيقة بعد كل تعرض من للغة العربية من تقريبا احنا هو مو ان 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 يعني نقدر نسميه جفاء عن اللغة العربية، ولكن العودة تبقى الى اللغة العربية. دكتور استمتعت بكلامك، وان شاء الله هذا المنظر والمشهد اشوفه عند كل الناس اللي موجودين بمعرض بغداد. شكرا جزيلا دكتور. نعم مشاهدي الكرام، ايضا انه اللغة العربية بالوقت الحالي تواجه الكثير من التحديات في ظل انه نوعية المتلقي، نوعية الجمهور بالوقت الحالي اصبحت الاغلبية ما اقول الجميع بانحدار مستمر. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. اليوم الزيارة الاولى لك بالمعرض؟ لا، صار لي تقريب هذا اليوم الثالث اللي ازور المعرض به، على مود انه عندي حفلة توقيع هنا وكتابي، فاي كنت اجي كل ما تكون حفلة توقيع لي اجي هنا. أنا هذا يا اصدار لك الاول التوفيق ان شاء الله. شنو نوع المحتوى؟ رواية اسمها رابط ابدي. الرواية كتبتها تقريبا خلصتها خلال 5 أشهر. اي وطبعتها عند دار المها. دار المها؟ دار المها. اي طبعا انا اكتب صار تقريبا 7 سنين، لكن هسه يلا حالفني الحظ وطبعت كتابي الاول. هسه اتاحت لك الفرصة انه تقدم. شنو الاشياء اللي شجعتك على انه اصدار هذا؟ كل التوفيق يعني. الرغبة. هو الكتابة كانت بالنسبة لي مو شهرة أو فلوس، لما قررت أني أبدع بالكتابة وأصدر كتابي الأول كانت رغبة من داخلي لحتى أشوف يعني أكبر قدر من الناس يقرون كتابي. هالشي بالنسبة لي أكبر سعادة ممكن تراودني. يا أسلوب اعتمدتي باللغة الفصيح لو الدارج؟ لا أنا كتاباتي كلها فصيح. أي ويعني هو فصيح بس دائما أحس بدون غرور، لكن كتابتي بها نوع مميز. شنو والله اللي يميز كتابتك؟ طريقة السرد، وهاي يعني لما تقراها أي شخص ممكن يقراها يحس بنوع من التميز بها مختلف عن جميع الروايات الموجودة. زين نقدر نحصل على نسخة حتى نشوف إنه شلون؟ أنت اليوم التوقيع؟ أنا اليوم حفلة التوقيع. إيش الساعة؟ هسه راح تبلش. كل التوقيع. مشكور. يعني دعيت الناس أهلش موجودين والأصدقاء اليوم. كم نسخة ممكن راح توقعيها؟ ما أدري، هو موجود أنا طبعت 100 نسخة، وأكو هواي ناس إجت خلال هاي الفترة أخذت نسخ وغيرها من الأمور. أي وقعتها لهم، وهسه النسخ الباقية هم راح أوقعها. يا مواليد؟ أنا مواليد 2005. بالتوفيق يعني حلو بهذا العمر ومتمكنة وأنه قدرتي تحققين هيك إنجاز. أتمنى لك التوفيق طيلة مسيرتك، وإن شاء الله يا ربي التواصل والتأمل. إن شاء الله. مشكور. نعم مشاهدي الكرام، ايضا من الجميل انه نشوف الناس اللي موجودين هنا، الشباب شبابنا بناتنا اللي موجودين، انه ينتهزوها فرصه بمعرض بغداد الدولي بتوقيع مؤلفاتهم واصدارها وطرحها بالمكاتب ودور النشر اللي موجوده. ناخذ فاصل وراجعتكم.
رجعنا وياكم مشاهدينا متابعينا لاكمال تكمله تغطيتنا، واليوم انه جاي نشوف العديد من المؤسسات مشاركه بهذا المعرض. اليوم امس شفنا اداره المرور وهي تثقف عن دورها وواجباتها تجاه المواطن، شاهدنا المؤسسات الاخرى. اليوم ايضا متواجده هنا مؤسسه العين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونكم جماعه العين؟ خير احسان خير. خير اذا انتم بخير وعافيه الحمد لله. خليني اقول انه اليوم شنو الغرض من تواجدكم هنا؟ مؤسسة العين مثل ما الكل يعرف ان هي مؤسسة انسانية، فالمؤسسة الانسانية عندها رسالة، هاي رسالتها الانسانية احنا نحب نوصلها في كل المهرجانات والكرنفالات والبازارات، فدائما تتواجد المؤسسة بهاي الاماكن باعتبار يتوافدون الناس من كل محافظات العراق بل حتى من كل دول العالم، حتى هاي الرسالة الانسانية تصل لاكبر عدد من الناس، وبنفس الوقت حتى نعيش معاناة اليتيم ونشعر بهذا اليتيم باعتبار المؤسسة هي تختص برعاية اليتيم، واحنا نقدم فد عدة موارد دعم وجون لهذا الموضوع. احنا عندنا نقدم موارد دعم كبيرة وكثيرة ومتعددة للأيتام، واحد من هاي الموارد للأيتام اللي هم ما عندهم فرصة تعلم، تاركين للدراسة، تم كفالتهم بعد تركهم للدراسة مثلا بينما صارت الأموال وتخصصت لهم، فنقدم لهم ورش مهنية. هاي الورش المهنية متعددة من ضمنها الحرف اليدوية لليتيمات الإناث، فهاي نتاجات اليتيمات ضمن ورشة الحرف اليدوية. هاي حرف يدوية لليتيمات، هاي ريحة طبعا يكون لليتيمة اللي اشتغلتها، يعني مثل ما تشوفون نتاج متعدد بين لوحات رسم وهاي الامور، مثلا هاي ميداليات من الايبوكسي. طبعا كثير من الامور عندنا بالتطور مستمر، دائما الورش نقدم لها تطور مستمر، والمؤسسه تمنح شهاده مهنه معترف بها تعادل شهاده المراكز التدريب في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، حصلت على هاي الصفه باعتبار المؤسسه هي مؤسسه رسميه مسجل ضمن منظمات المجتمع المدني. شافوها البقية المشاركين هنا الموجودين عن هذا السؤال. أقول إنه اليوم اللي ما يعرف المؤسسة من الدول المشاركة ذا مصر أو السعودية وغير، اجوا شافوا سألوا. الحمد لله كثير من الزائرين الأجانب والعراقيين والعراقيين المغتربين اللي بعضهم انصدم إنه إحنا كنا تاركين العراق وما نعرف أكو هيك عمل عملاق وجبار هيك لخدمة الأيتام وما شايفه سابقا، لكن الحمد لله والشكر فرحنا من شفنا انه هيك عمل واقعا، واحد يفرح انه ده يقدم انه العراقيين هذا عمل، هذا انجاز ومنجز لكل العراقيين، لانه هذا العراق هو بلد خير وبلد عطاء، مثل ما نشوف دائما زيارات الأربعينية والمناسبات الدينية، وكذلك حتى في الكوارث اللي صارت مثل كورونا وغيرها شفنا انه الكل تكاتفوا، كذلك العراقيين متكاتفين حاليا وكافلين 98 ألف يتيم في مؤسسة العين، وتقدم 16 خدمة لهم من خلال التبرعات على مستوى صناديق الصدقات والكفالات الخاصة، التحويلات المصرفية، التبرعات الإلكترونية. مؤسسة العين مؤسسة دولية، المؤسسة العراقية الوحيدة اللي عندها تمثيل في منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقعد دائم في جنيف. مؤسسة العين تملك حاليا أكثر من 26 مكتب في دول العالم، أوروبا، كندا، أستراليا، أمريكا، والحمد لله والشكر العراقيين وحتى غير العراقيين يساهمون بكفالة الأيتام داخل العراق من خلال مكاتبنا بالخارج. شوفير. الله يسلمكم ويرعاكم. تحياتنا لكم ولجهودكم جميعا، الله يحفظكم جميع العراقيين لكل خير ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي اللي لربما اغلب الناس هي تعرف مؤسسة العين ودور مؤسسة العين تجاه اليتيم ورعاية اليتامى اللي موجودين في العراق، لكن بعض الناس اللي موجودين اللي بالخارج اللي بباقي البلدان عراقيين غير عراقيين ما يعرفون الجهود اللي تقوم بها مؤسسة العين لكفالة ورعاية الأيتام، جهود جبارة، أكثر من 98 ألف يتيم كافلة وعلى مستوى على مدى متواصل وسنوات،
فحن انه اليوم هذا العمل يوصل للعرب ويوصل لكل الناس المشاركين هنا بالمعرض، وحقيقة فرصة طيبة انه للمؤسسة ولكل مؤسسة ولكل دار نشر ولكل شخص ممكن انه يكون هنا من اجل ترويج كتابه، من اجل ترويج لاعمال اللي يقوم بها. عمو شلون؟ اهلا ومرحبا، سلمك. نتحدث عن الزياره اليوم لك الاولى هاي بالمعرض؟ هذه الزياره الثانيه وانا من محافظه كربلاء. جيت 10 صباحا بدايه المعرض. نعم. دور عن كتاب معين لو؟ لا، انا اقرا كل شيء. لكنه اهتم بالادب والتاريخ. الادب والتاريخ. نعم. ممكن لقيت كتب هاي السنه كنت محتاجها؟ طبعا الان المعرض غني بكثير من الكتب والسند دور مضاعفه، والترتيب ايضا والحضور كثير الان لافت للقارئ العراقي، وان شاء الله هذه الظاهره الثقافيه تستمر والشعب العراقي جدير بهذا المعرض لانه شعب قارئ ومثقف ومستدام ان شاء الله هذا العرس الثقافي. بس حلو تعرف شنو اقول، حلو يعني هسه اليوم جمعه وبعدها الساعه 5 ممكن انه الساعه 7 وهذا الحضور الساعه 7 يكون الحضور اكثر. حلو اليوم الاعداد اللي موجوده مفرحه. يعني انا اشارك في كل المعارض اللي تقام في العراق في بغداد وفي غيرها من المحافظات اشارك. اعتقد انني رايت في هذا المعرض ظاهره لم ارها في المعارض الاخرى اللي هي كثافه الحضور وبشكل لافت. حتى رايت احد اللبنانيين يصور وفيديو ويتحدث يقول انظروا الى شغف الشعب العراقي للكتاب، انا رايته قبل قليل. فاذا المعرض في هذه السنه وفي هذه الدوره ممتاز ولافت وان شاء الله مبشر بالثقافه العراقيه بالتقدم. هذا النشاط المستمر الكثافه اللي جاي نشوفه هذا حقيقه ينطينا تطمينات انه الكتاب بعده عايش. يعني ثقافة البي دي اف، ثقافة الالكترونية، ما دثرت الكتب الورقية. والله أنا سئلت أكثر من مرة في معرض النجف وهنا بعد أن أعود إلى البيت، قلت لهم أن هذه المقولة لم تكن صحيحة على إطلاقها، أن الكتاب غادر الساحة وأعطاها للسوشيال ميديا أو كذا. لا، أنا رأيت أن الشباب وخصوصا شباب الجامعات وشباب المثقفين عادوا إلى الكتاب وبقوة، لأنه الكتاب لا يمكن أن يحل محل شيء، وخير جليس في الزمان كتابه. شكراً. عم مشاهدين الكرام، يا أهلاً وسهلاً شيخنا، السلام عليكم، شلونك يا أبو؟ أنا ربع قناة الأيام، دائماً زرتكم للقناة ويا ظفر. ظفر علي. قبل ذاك الأسبوع أنا كنت ويا الأرض السواد، بس بتبيرم ما راح تعرفني هيك، سلمونا عليه بتبيرم. ايه شلونك عم؟ حياك الله. الله يحفظك. هاي الزيارة الأولى لك؟ لا، أنا كل المعارض تنفتح أزور. زين. اليوم قصدي بهاي الدورة أول جاية لك؟ لا، صار يومين أنا هنا. صار يومين؟ إي صار يومين. شنو نوع الكتب اللي لفت انتباهك اللي مهتم لها؟ أنا مهتم بالموارد المائية والمناخ والزراعة، واليوم أنا قدرت أحصل على مجموعة كتب محتاجها في كتابة دراساتي. والحمد لله يعني المكتبة العربية غنية بهذا، وإن كانت هناك يعني شح بهذا الموضوعات، لكن اللي أنا محتاجة فعلا وجدت عليه بمكتبات دور نشر سورية، دور نشر مصرية، دور نشر أردنية، وكذلك دور نشر عراقية. المهم حاولت أحصل على غلة. يعني أخذت اللي تريده؟ إلا أخذت اللي أريده. اللي اثار انتباهك بالمعرض؟ الانتباه انه العدد هائل، يعني انكسرت المقوله مال بغداد تقرا، الان بغداد هي صاحبه كل الاشياء يعني. نعم، حتى في ذلك الوقت انا ضد هذه المقوله، لان قيلت هذه المقوله في زمن الجواهري، في زمن الرصافي، في زمن بعدين اجى السياب ونازك الملائكه وعبد الوهاب البياتي، يعني ابتكره جديده لكتابه الشعر، صناعه ثقافه جديده، منظرين في كل المجالات، حتى في مجال الهندسه، في مجال العماره، في مجال الزراعه، في مجال الموارد المائيه. يعني انا اتعجب هذا اللي قال هذا اللي قال هذه المقوله كسرا للثقافه العراقيه. العراقي قارئ وكاتب وصحفي
يعني العديد من الثقافات يمتلك. أتمنى لك التوفيق. نعم جمعة الدراجي. بالتوفيق إن شاء الله. نعم مشاهدي الكرام بالتالي اليوم ما شاء الله معرض يجمع الكل، يجمع الفلاح، يجمع السياسي، يجمع الشاعر، يجمع المطرب. فالمعرض معرض الجميع. هو مو ليس معرض وإنما عرس. اي والله نبتهج به بحضور الأخوة العرب، بحضور أكثر من 350 دار نشر. يعني هذا الشيء يعني يعتبر فد مكسب للثقافة العربية وبالخصوص الثقافة العراقية. يعني هذا التجمع هو تجمع جماهيري، يعني كل يوم نشوف مو بس أهل بغداد، يعني كذلك المحافظات، يعني حتى المحافظات البعيدة، يعني بالأسئلة نسأل إنه يقول إحنا من البصرة، إحنا من ميسان، إحنا من بابل. فهذا الشيء يدل يعني يدل على مدى اشتياق الناس للقراءة، اشتياق الناس للمطالعة، اشتياق الناس للحكمة. يعني شوف يعني تجمع يعني بصراحة، يعني شوف هسه ممكن شوف الجماهير اللي موجودة يعني على تجمع آخر، سواء كان يعني مدينة العاب وغيرها ماكو هيش تجمع، على أي جهة ماكو هيش تجمع. تجمع الحرف والثقافة هو، لأن هو هذا أصل العراق. يعني العراق اللي صنع الحرف ما تزال يعني أحفاد الحرف هم عشاق للحرف وعشاق للقصيدة وعشاق لكل شيء. نأمل التكاثر إن شاء الله، ونأمل التواجد العربي والعالمي أيضا. صدام علياوي رئيس منظمة ريتاج التنمية البشرية. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي احنا انه اليوم من المفرح بالموضوع نشوف الفلاح موجود هنا، السياسي موجود هنا، شاعر موجود هنا، طالب أيضا موجود هنا من أجل اقتناء كتب أو كتاب تخص مجاله أو تخصصه. لأن بعض الناس تنتظر هذا المعرض، تنتظر هذا المعرض لسبب واحد، أنه بعض الكتب اللي تحتاجها الناس ما تلقاها بدور النشر العراقية أو المكاتب العراقية، فبالتالي تنتظر هذا العرس أو المهرجان، مهرجان احنا نسميه كرنفال معرض بغداد الدولي للكتاب، باعتبار أنه أكثر من 350 دار نشر موجودة هنا. لكن ما شاء الله يعني أنا هذا المنظر يفرحني جدا، أنهم نشوف ناس موجودين هنا بهذا الزخم، بهذه الأعداد بمعرض بغداد، وتجي تقتني الكتاب، والتنوع اللي موجود هنا بنوعية الكتب سواء إنجليزية أو العربية، وأيضا حتى الكتب السياسية وما شابه ذلك. لكن خلونا نشوف اليوم دور النشر العراقي اللي موجودين هنا، واشوف انه ارائهم بالموجودين. زين شلونك؟ شلونك حبيبي؟ انا استاذ علي. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. والله الحمد لله صح. احنا شفتك العام وهاي السنه، وكل ان شاء الله كل دوره اشوفك. تشرفنا بحضورك استاذ علي. حدثني عن طبيعه دور النشر العراقي اليوم، خصوصا انه اليوم الجمعه. ما شاء الله جاي اشوف الاعداد، مفرح. والله اول شيء نهني يعني الكتاب والدور كلها بمشاركتها بمعرض بغداد الدولي بدوره ال 24، والرواد اليوم ما شاء الله بسعر في اليوم الجمعة، فكل الناس يعني متواجدة من الصبح لحد الآن. وهو معروف أن نظام المعرض يبدأ الساعة 10 الصبح ينتهي الساعة 10 بالليل، وإقبال على القراءة من جميع يعني الفئات العمرية، والحمد لله والشكر. دكتورة زينة جرادي. نعم. مفترض اليوم توقيع كتابها. نعم. طبعاً ست زينة جرادي اللي هي سفيرة الأدب اللبناني، اليوم راح يكون توقيع كتابها. أي نعم، الساعة إن شاء الله 7 لها 5 مؤلفات أو 6 تتواجد إن شاء الله في جناح زاد ناشرون بي 3 في حفل توقيع. يعني اليوم إن شاء الله توقيع الدكتورة زينة جرادي، توقيع كتاب أنا. حلو إنه اليوم نشوف كتاب عرب ينتظرون هذه المدة إنه يجون بمعرض بغداد ويوقعون كتابهم هنا وإصدارهم هنا. إيه معلوم إنه كل الكتاب من مختلف دول العربية، من مختلف الكتب العربية يعني أو الدول العربية، إنه تنتظر هاي العشرة أيام اللي هي أيام معرض بغداد الدولي وأيام معرض العراق الدولي، حتى توصل مؤلفاتها لجميع القراء والرواد يعني المعرض بغداد. أهلا أستاذ علي حبيبي. باعتبار أنه زميلتنا دكتورة زينة جرادي، فنتمنى لها كل التوفيق في إصدارها الجديد مؤلف أنا. فكل التوفيق الدكتورة زينة جرادي، وإن شاء الله على أمل أنه نشوفها بالدورة المقبلة تكون متواجدة ببغداد، باعتبار أنه دي الدورة السابقة شاركت بهذا المعرض وأيضا وقعت إصدار جديد، وهاي الدورة أيضا مصرة أنه تكون متواجدة وتألف أو تصدر مؤلف جديد.
خلينا نشوف الناس اللي موجودين هنا، يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني واحد مال المكان. شلونك؟ شخبارك؟ شكرا. كل شيء قريب في الويد، كل شيء قارين. السلام عليكم استاذ. الله، حلو. يعني الناس هنا ما شاء الله واصلين مرحله قد ما مشغولين بالكتاب، ما عندهم وقت انه هواي يسولف وياهم، ما عندهم وقت انه حلو حلو هذا الاهتمام بالكتاب اكثر من اي شيء، يعني خصوصا بهاي الفتره، لان الكتاب هذا الاسبوع. محمد يا ريت لو تجي تشوف، خل تشوف الكاميرا، خليها هي اللي تحكي، باعتبار انه هذا الزخم وهذا المشهد مفرح جدا. نتمنى انه الناس تشوفه، ونتمنى انه هذا الزخم يتواصل على مدار هذه الايام، طيله ايام فتره معرض بغداد الدولي ليوم 27. نتمنى انه نشوف هذا المنظر المفرح واهتمام الناس بمعرض بغداد الدولي للكتاب. وما شاء الله هنا شبابنا. تعالوا شبابنا، السلام عليكم. شلون الاخبار؟ زينين ان شاء الله؟ على الهواء مباشره. شلونك حبيبي؟ حلو هذا الديزاين، حلو هذا الاهتمام الثقافي. المعرض اليوم حلو، الناس الموجودين حلو، الحضور كل شيء حلو اليوم. اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا وفد من محافظه النجف الاشراف، مجموعه من الشباب، دائما كل فعاليات ثقافيه نشارك بها، باعتبار احنا هم كفريق شبابي، فريق تطوعي، اجينا اليوم نشتري ونقتني بعض الكتب اللي تفيدنا في القياده التربويه، باعتبار اختصاصنا التربوي في مجالات الثقافيه وكذلك التنميه البشريه. لذلك اكو اقبال جدا رائع. شفت اليوم يعني هذا المعرض متنوع من حيث الكتب، من حيث الموجودين، كافة الأعمار موجودة، كافة الأجناس من كافة يمكن العراق، من كافة المحافظات جايين ليستفادون من هذا. أنا أنصح الشباب نصائح للشباب، مثل ما تغذي نفسك بالأكل والشرب، غذي نفسك بالعلم أكيد، لأن العلم هو غذاء العقل. فنصيحة للكل، دائما خصص جزء من وقتك للقراءة، قراءة حية. الكتاب حلو، ما تقدر الكتاب قراءة إلكترونية، بس الكتاب هو غذاء العقل. المهم يقرأ الإنسان، أكيد. المهم يقرأ أكيد. شكرا جزيلا لكم قناة الأيام على تغطيتكم الفعاليات الثقافية، النشاطات العلمية في العراق. شكرا جزيلا لكم. أنا محسن باقر حكيم، رئيس مركز التنمية والتطوير الثقافي من النجف الأشرف. أهلا وسهلا بك. نعم، حقيقة مبادرة أقرأ في معرض الكتاب الدولي جدا جيدة، والتغطية الإعلامية لقناة الأيام. نعم، خذنا بطائق واقتنينا بعض الكتب، سواء كانت أدبية أو فكرية أو تنمي وتطور مهاراتنا المستقبلية كشباب. طبعا نؤيد كلام السيد محسن الحكيم بهذه المبادرة الجيدة. نحب أن نوصل رسالة إلى الشباب العراقي، بالذات الشباب النامي، باعتبارنا احنا كعراقيين بلد متطور وفكريا وثقافيا وعلميا. اقتناء الكتب حالة جيدة وإيجابية وفيها كثير من المنفعة العلمية والفكرية. شكرا لكم. اهلا وسهلا. وبالتالي احنا بدورنا هم نشكر كل الناس اللي موجودة هنا، خصوصا دور النشر اللي بعضها مو فقط مبادرة اقرأ، ببعض الدور اللي موجودة هنا بعض المشاركين انه ارتقوا يقدمون الكتب بشكل مجاني أو بأسعار مخفضة، ذلك لتشجيع الناس اللي موجودة هنا بشكل أو بآخر من أجل القراءة واقتناء كتاب، في سبيل أنه يشجعون كخطوة تشجيعية للناس اللي يحضرون هنا بالمعرض. العديد من الكتب هنا الموجودة. السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ، حياك الله. هاي الصيدة مال غزال. ها عني، شفت شلون صدتك؟ يا عني الله يبارك فيك. بس افتريت لك. اكيد انت اكيد انت غزال. بارك الله فيك، حفظك الله. غزال وما يصيدونك. والنعم منك، يحفظك الله، الله يحفظك. المعرض نعم جميل، كلش ممتاز، والناس رائعه ما شاء الله، النشر ممتازه ممتازه، كلش ممتازه. والله والله يعني العظيم، يعني انا سم دخلت الساعه بالخمسه مساء، فيعني تعجبت، يعني هذا ما كنت اتوقع انه هيك عروض وهيك كتب وهيك اعداد كبيره، جدا كبيره الاعداد، كبيره زائرين كلش هوايه، يعني المشاركه من كافه الدول العربيه والدول الاخرى، يعني مشاركه جدا قويه، واسعه واسعه. ولهذا
ومشاركة جدا واسعة، والكتب الآن كلها حديثة، والآن تبضعنا ولا زال نتبضع من الكتب هذه اللي تحتاجها ثقافية، أدبية، تاريخية، اجتماعية، يعني كل المستويات من الطفل إلى حد الكولة. طيب المبادرات اليوم اللي شفناها هنا بعض دور النشر ارتأت أنه تقدم الكتب بشكل مجاني أو بأسعار مخفضة باعتبار خطوة نتمنى تكون، أنا هسه شفت قسم الأسعار غالية والله، قسم تخصصية لأن بعضها التخصصية غالية، هي قسم غالية وتعرف الوضع الاجتماعي والحالة الاقتصادية الآن شوية تعبانة، فهي راد شوية تخفيض الأسعار، تخفيض الأسعار بالنسبة لدور النشر والعرض شوية يخفضون الأسعار. وبعدين لا تنسى أن هسه أزمة قراءة بصراحة شكيا، إحنا نعاني من أزمة قراءة حاليا، هذا المنظر ما يقول انه احنا بازمه قراءه بقدر ما نطلع بالشارع نعم ازمه قراءه، اما من نجي هنايا لا تختلف الحاله، اذا نشوف الدنيا بخير والوضع بعدها بخير، بس لكنه مع هذا نطالب دور النشر والعرض انه شوي يخفضوا الاسعار مالتهم حسب الحاله الاقتصاديه للناس. اي والله حياك الله عزيزي والنعم هسه غزال لو مو غزال ورده يحفظك الله. شكرا جزيلا استاذ. نعم مشاهدي الكرام، هاني كان قناه الايام الفضائيه على الهواء مباشره، احنا حاليا على الهواء مباشره بالتوفيق ان شاء الله. هاني يعني سعيد بان اشوف هيك ناس حلوين مثقفين طيبين يخفضون، شلونك ما شاء الله؟ الحمد لله حياك الله الحمد لله. بدنا نتحدث انه عن المشاركه الموجوده هنا، دور الكتب الموجودة، أكثر من 350 دور نشر موجودة هنا للعراق وخارج العراق، وهذه المشاركة الواسعة كناس عراقيين مهتمين لهذا الشأن، شلون نوظف هذا أو شلون أنه نقدر نعبر عن هذا الشعور؟ باعتبار أنه اليوم العديد من دور النشر مشاركة بالمعرض. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية نشكركم ونشكر هاي القناة على هاي المقابلة. في الحقيقة معرض بغداد الدولي لهذا العام متطور بشكل كبير، فيه العديد من دور النشر من كافة الدول، وفيه تنوع بنوعية الكتاب من كتب تراثية لأكاديمية، كتب الرواية، القصة، تهتم بكتب الأسرة، يعني في كافة المجالات. وهذه فرصة يعني للشعبنا العراقي بزيارة المعرض واقتناء ما يلزمهم من هذه العلوم في كافة مناحي الحياة. طبعا يعني المشاركات الدولية عام عن عام تزداد أكثر وأكثر في معرض بغداد. نعم شكرا جزيلا أستاذ، أهلا وسهلا فيك حبيبي. مشاهدي الكرام، ودي أنه حقيقة نكمل وياكم ونستمر بتغطيتنا، لكن أنه الوقت ما يسعفنا ويعني ما ينطيني قلب أنه أنهي المشهد هذا الجميل، المشهد هذا الرائع، بنشوف ناسنا اللي موجودين هنا، وياريت لو تجي محمد هنا حتى نختم بهاي المشاهد الرائعة. احنا متواصلين وياكم طيلة الأيام، يعني من الساعة 5 إلى الساعة 6 على الهواء مباشرة طيلة أيام المعرض، راح تلقونا موجودين كقناة الأيام الفضائية بتغطية هذا المعرض. لكن المشهد مفرح جدا، أعداد هائلة، حلو المشاركة اللي جاي نشوفها من عوائلنا، من ناسنا، من شبابنا الحلوين، وتحياتنا لهم ولجميع الناس. لكن بالتالي ختاما يعني تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة الأيام سواء خلف الكواليس أو خلف المنشأة، تحياتي في مالك.